السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. إن شاء الله النهاردة مش هنعمل وصفة أكل ولا أي حاجة. النهاردة هنتكلم عن منتجات مايوي. يعني أنا لسه مشتركة معاهم كده بقالي شهر، بس صراحة جبت من عندهم حاجات عجبتني، فقلت أقول لكم يعني إن حاجتهم حلوة. الأول أنا سألت واحدة قالت لي صراحة في حاجات معينة حلوة وفي حاجات معينة وحشة، فأنا لقيت صراحة في حاجات كل الحاجات اللي انا جبتها منهم حلوة. اهو الكتالوج بتاعهم بيبقى كده اهو، وبتعملي معاهم اشتراك، بتبقي معاهم في الشركة يعني، وبتشتري منهم، بتعملي اوردرات وبيبعتولك الاوردرات في كرتونة زي كده، وبيعملولك فاتورة وبيبعتولك الحاجات اهي، الحاجات فيها يعني. هي الكتالوج بتاعهم بيبقى كده اهو. انا قلت برضه اعمل عنه فيديو عشان ايه الناس اللي عايزة تشترك معاهم او تبقى معاهم يعني زي كده تعمل وما تخافش، لان هو ما فيهوش اي حاجه نصب ولا حاجه صراحه، وكل حاجتهم حلوه يعني هتجيبها للناس هتعجبهم. اول حاجه اهو الكتالوج فيه منظفات، اول حاجه فيه كحول اهو وجل للايدين، وفي كمان منظفات اهو، وده اللي هو معقم ومطهر للاسطح واللي هي الاوكر والمفاتيح واي حاجه ايدك بتيجي عليها، ايد التلاجة اي حاجه، اللي هو ده في منه بخاخة وفي منه هو ده يعني ملوش بخاخة، بالغطا انا بملى غطا وبحطه على بخاخة فيها لتر مية وبخ منه على السراير الاوكر اي حاجة، وفي نسبة كحول يا جماعة. وفي برضو الشاورات عندهم الشاور وعليهم عروض برضو. وبعدين لما انت بتبقي عاملة اشتراك معاهم بتاخدي الحاجات ارخص من الكتالوج، حاجة بسيطة يعني، بس بيبقى ليكي ايه تخفيض. وعندهم كمان عروض لما بتعملي 100 نقطة او 190 نقطة كده بيدوكي هدايا بتشتريها بالفلوس. اي نعم، يعني لو حاجة بخمسين جنيه بتشتريها بنص التمن وبتاخدي عليها هدية تانية. وفي الشاور برضو اهو، وفي انواع ماسك وكريم، وفي الشاي اللي هو بالكركم والقرفة واللي هو شاي الزعتر وشاي تعزيز المناعة، حاجات كتير عندهم يعني، وبسبعة جنيه وبعشرة جنيه. وفي ايزي فيت ده للتخسيس، زي عارفين الشاي اللي هو الفتلة زيه كده. وفي الصلصة دي انا جبتها يا جماعة وجربتها، صلصة ايطالي بس بودرة، هي ما كانتش حلوة قوي صراحة يعني، انا دي ما شكرش فيها ما كانتش حلوة، فقلت برضه اقول لكم ما عجبتنيش صراحة. كانت بكام يا ربي؟ ب 12 جنيه. هو كيس بيجيلك كده في الصلصة البودرة. انا اقول لكم برضو الحاجات اللي استخدمتها منه وعجبتني عشان اللي حابب يجيب يعني. وفي بقى لما انت بقى بتبيعي حاجات كتير قوي يعني ويبقى عندك نقط كتير قوي، بتاخدي هدية مروحة من الغالية دي، هي عاملة 1000 وحاجة اهي، بس انا طبعا عشان لسه بادئة معاهم ما لحقتش اعمل حاجة لسه، هو عملت 2 اوردر او كده يعني لسه. جربت من عندهم برضو العصائر دي اللي هي شوب برتقان وشوب مانجا، الواحد فيه ب 13 وفيه ب 30 جنيه. طبعا انا باخده في الكتالوج بينزل لي شوية يعني، ابو 30 بيدهوني ب 25 حاجة زي كده، ابو 13 برضو باخده ب 10.5 حاجة كده يعني، بينزل لك عن سعر الكتالوج لان انت بتبقي عضوة معاه. فانا جربت اللي هو الشوب ده بالبرتقال والمانجا، جميل قوي طعمه، جميل جميل يعني. كنت في رمضان انا ما رضيتش اعمل لكم يعني ريفيو عن المنتجات دي دلوقتي لما اجرب منها حاجات، وجبت حاجات وديتها للناس وبعتها يعني، فشكروا لي فيها صراحه. البتاعه بتاعه الدبابيس دي انا ما جربتهاش. وفي خلطات محشي وخلطات كفته واللي احنا متعودين عليها بنشتريها يعني من السوبر ماركت، ما جربتهاش برضو لسه. في خلطة الدجاج برضو لسه، عجينة الكريب لسه برضو ما جربتهاش. هوريكم برضو الحاجات اللي عندهم. عندهم الكيك، كيك اللي هو ماي شيف يا جماعة، اللي هو العلب ده جميل قوي، انضف نوع كيك علب انا بحبه يعني، ماي شيف بالفانيليا، في بالبرتقال، في بالفراولة. هم عندهم طبعا ب 20 جنيه برضو، بتشتري بالكتالوج بيبقى ارخص شوية. وعندهم الكيك ريد فيلفت، وعندهم كريم كراميل، عندهم حاجات كتير يعني صراحه، واسعارها بتبقى كويسه، انا شايفه اسعارها كويسه يعني، لان انت لما بتعملي عضويه بتاخديها ارخص شويه. وعندهم اكياس الايس كريم وكياس المهلبيه بالشوكولاته، انا جربتها برضو كانت حلوه. عندهم يا جماعه البسبوسه بالقشطه، القشطه دي معلش القشطه حلوه قوي، جبتها لواحده برضو طلبتها مني اهي،
يعني شكرت فيها. وبسبوسه بالجوز الهند جربتها الجاهزه من عندهم اكياس، كانت ب 12 جنيه، واللي بالقشطه ب 11 جنيه، برضو حلوه. وايه تاني؟ وجربت من عندهم ايه تاني، جبنا بقى طبعا، بصوا عندهم برفانات اهي، ومعاها لوشن للجسم، ومعاها مخمارية برضو، عامل 66 جنيه اهو، برضو بتاخديه في الكتالوج ارخص. في البرفانات دي برضو، برفان ولوشن للجسم ب 41 جنيه، ده حريمي كله يا جماعة. في بقى طبعا حسب الاسعار، في ب 107، في ب 136، في ب 177، حسب بقى الانواع اللي هتختاريها والماركات اللي هتختاريها. صراحة انا المكياجات عندهم، صراحة انا جربت منهم حاجتين بس، ما جبتش يعني مكياجات، اللي هي مكياجات جربت من عندهم اللي هو ده، هوريكم برضو، اللي هو زي زبدة الكاكاو كده بنكهة المانجا. انا ما بحبش المكياج قوي يعني، عشان كده ما جبتش. وجربت من عندهم برضو ده بالليمون للهالات اللي تحت العين، لان انا عندي على طول بيبقى ارهاق تحت العين يعني، فجبتها جميلة قوي. دي بتعالج يا جماعة، مش بتخبي، دي مش زي الكونسيلر اللي هو بيتحط تحت العين اللي هو بيبيض، لا دي بتعالج تحت العين يعني، بتحطي مره ورا مره لغايه ما تلاقي ان شاء الله السواد اللي تحت العين بيروح. ودي زبده الكاكاو دي بالمانجا جميله قوي، برضو جربتها من هناك. هقول لكم برضو كل حاجه جربتها. وفي برضو حاجات عندهم للرجاله برضو، اللي هو الجل والبرفانات. معلش يا جماعه قطعت عشان تسليم كل شويه تضايقني وهي اللي بتصورني. في حاجات للرجاله برضو، الجل والبرفانات جميله قوي. في حاجات للاطفال يا جماعه، اللي هو زيت كدي مغذي للشعر ب 20 جنيه، وفي شاور. انا برضو قلت اوريكم الكتالوج عشان اللي حابه تشترك معاهم يعني، والحاجات اللي بتبقى في الكتالوج عندهم. شامبو كولونيا وكريم وشاور للاطفال ب 15، 16، ب 9 جنيه، حاجات كده اسعار حلوه يعني. عندهم الشاور ده يا جماعة ب 46 جنيه، وعليه واحد هدية. ده طبعا انا لما باخده مبخدوش بس ب 46 جنيه يا جماعة، باخده مثلا ب 41 كده، بينقصوا لي حاجة بسيطة يعني، بس بينقصوا يعني. في كريم مزيل للعرق بالليمون ب 9 جنيه، ده للحريم يا جماعة اهو، ما جربتوش برضو. انا بقول لكم الحاجات اللي جربتها واللي ما جربتهاش. عندهم شامبوهات، في شامبوهات، في شامبو أملة، وفي شامبو مي كلير، وزيت، وعندهم شامبو ماي واي تبع الشركة، وزيت ماي واي برضو. احنا جربنا ده، بس ده كيلوباترا اللي انا بجيبه عادي على طول، ما حبيتش اغيره يعني. جبت ده، اقول لكم برضو بكام، بس صراحة حلو انا بحبه. حسب بقى يعني، جبته ب 17 جنيه، في العبوة الكبيرة ب 35. اهو زبده الكاكاو اللي انا قلت لكم عليها بالمانجا وبالملطف للشفايف يعني، بالمانجا وبالفراوله بالخوخ بالمشمش بجميع الانواع، جربناه جميل. برضو بتاخدي هدايا بقى يا جماعه، بيقول لك اشتري طلبيه ب 190 نقطه، بتاخدي عجينه كريب زائد ميني زهور الربيع، ده معطر للشقه هديه، هو ب 23. انت بتدفعي حق الحاجات دي يعني، بتدفعي 23 جنيه، بس طبعا انت في الكتالوج بتاخديه بالتخفيض، فبرضه بتاخديه هديه وعليه واحد هديه. معاكي في لوشن برضه، جميع اللوشنات بالليمون بالخيار بكل حاجه موجوده، باللبن والعسل كل حاجه موجوده. وفي المرطبات اللي هي بتاعت الايدين يا جماعه اللي احنا عارفينها اهو، اللي انا جايبه لي بالليمون ده اهو، اللي انا وريته لكم اهو، بس انا عجبني وهجيب تاني، لان انا قلت اجرب بس فعجبني صراحه. في بقى المكياجات، صراحه انا ما جربتش منها، بس في ناس جربوا وقالوا لي المكياجات بتاعتهم يعني ما بتبقاش قوي، بس انا ما جربتش عشان اقول رايي فيها. عندهم ماسكارا، وعندهم روج، وعندهم بودره، عندهم كل حاجه. انا طبعا بوري الكتالوج ده للناس القريبه مني، لو حد حب يجيب بجيب له بالاسعار بالتخفيض يعني، وبجيب له الطلبات. عندهم بقى الكابتشينو، انا جبت منهم دي ب 12 جنيه، اهي بيبقى فيها 6 اكياس، طعمها جميل، بس انا حاسه ان هي ايه، نسبه القهوه فيها شويه زياده، فما عجبتنيش قوي. انا بحب الحاجات اللي هي ايه، شوكليت، اللي هي بالشوكولاته، ما بحبش صراحه بس صراحه طعمه حلو يعني. عندهم بقى بالبندق واللي هو الكلاسيك وبالفانيليا، عندهم كل الانواع،
وعندهم اليانسون، الفتلة، عندهم كل حاجة. عندهم بقى في اخر صفحة كده اللي هو المعطر بتاع الشقة ب 41 جنيه، اهو بالخوخ بقى بجميع اللي انت عايزاه يعني. عندهم برضو كلوريكس، وعندهم شامبوهات، عندهم الباور ده اللي هو المنظف بتاع المرحاض بتاع القعدة بتاعة الحمامات ب 16 جنيه، برضو جميل. كده خلاص، والكتالوج بقى خلاص كده خلص اهو، مفيش حاجة تاني. اخر حاجة الباور اللي هو بتاع البوتاجاز او الاحواض اللي استلس ب 22 جنيه، جميل اوي الباور ده يا جماعة. والكتالوج بيبقى من بره كده اهو، هوريكم بقى. انا برضو جبنا من هناك ازازة برفان اهي رجالي، جميلة اوي ريحتها، نفاذة جدا يعني. صراحة البرفان بتاعهم جميل اوي، حريمي او رجالي يا جماعة. لان كان في واحدة مخوفاني بتقول لي يعني البرفانات والمكياج بتاعتهم مش حلوة، فانا لقيت البرفانات جميلة اوي. وعندهم برضو البسبوسات والكيك والحاجات دي جميلة اوي. وده يا جماعة اللي هو بقول لكم في الكحول ده، انا بحط غطا منه على البخاخة وبعمل منها اليومين دول عشان الفيروسات والامراض يعني، ببخ عليها للمفروشات والحاجات دي. برضو ده يعني صراحة اشكر فيه يعني 100%، لانه جميل اوي اوي. كل حاجة جبتها من عندهم صراحة حلوة. انا كمان مش دول بس، وبيجيلك الحاجات بقى في كرتونة ومعاها شنط كده مكتوب عليها مايوي. طبعا انا قلت اتكلم بعد ما اجرب الحاجات، انا جربت حاجات كتير واستعملت حاجات كتير منهم، فبقول لكم على اللي عجبني منهم. وصراحة هي شركة حلوة، واللي حابب ينضم يا جماعة ليها ينضم برضو، هي شركة كويسة. بتحب تشتري طلباتك وبتجيلك لغاية عندك لغاية البيت، بيجيلك وما بياخدش مصاريف شحن ولا حاجة، بياخد حق الحاجات اللي انت بس اشتريتيها بس، وبرضو بالتخفيض. وكده انا خلاص خلصت الفيديو معاكم، ويا رب الفيديو لو عجبكم بقى ما تنسوناش باللايك يا جماعة، وتقولوا لي رأيكم في الفيديو ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة اللي حابب يشترك في الشركة بتاعت مايوي يعني، يكتب لي في التعليقات وانا هدي له رقمي، ويكلمني على الواتس وانا هشترك له وهبعت له الكتالوج لغاية البيت. اللي حابب يشترك يعني في الشركة دي معايا، وبيبقى في مصاريف شحن يا جماعة. معلش انا نسيت وقلت ما فيش مصاريف شحن عشان انا نسيت، بس لفت معايا. هو بيبقى فيه بس بيبقى رمزية يعني. انا كنت مشترية حاجات تيجي ب 300 جنيه، خدوا عليها 13 جنيه كده 14 جنيه حاجات بسيطة يعني. ده بس انا حبيت اضيفه في الفيديو يعني. وخلاص كده انا يعني خلاص خلصت الفيديو، واللي حابب يشترك زي ما قلت لكم يكتب لي في التعليق وانا اسيب له رقم.